يلا انتو كلام بتسوس انانين. ايوه، ورحت الحديقة واتفسحت. هو 1 minute لغاية هنا. نعم، انت بتكلمي ايه؟ دولت اصلا مش بيحد يكلمهم، دولت يعتبر يعني العيب. بتكلمهم ازاي؟ وبعدين مفيش حاجة اسمها حديقة، اسمها جاردن. حديقة جاردن، حديقة جاردن، حديقة. في ايه بس بتتخانقوا ليه؟ هي بتقول لي حديقة وانا بقول لها جاردن. ماما ومين الصح؟ هما الاتنين صح. في مفيش فرق من الحديقة والجاردن، هما الاتنين صح. دي بالانجلش ودي بالعربي. ايوه ماما، بس هي خلاص خلص الموضوع. وبعدين في ايه عشان تتخانقوا؟ مامي انا كنت بحكي الكرامبتس بتوعي. نعم، كرامبتس. ايه الكرامبتس دول اللي قدامك؟ اسمه ايه؟ كرامبتس. ايه كرامبتس؟ مش فاهماكي، مش فاهماكي اصلا. مش حاجه اسمها كده. العبوا مع بعض وانتوا ساكتين وخلاص. هعمل لكم الغدا دلوقتي. الغدا ايه؟ محشي وبانيه. تفتكري ايه؟ ما قلت لكم الصبح. ايه؟ سمك. يوه، انا هخش انام. ما تناميش في اوضتي على فكره. هي اوضتي انا كمان. اه صح، ايه الذكاء ده؟ وطي صوتك عشان انا عايزه انام. لا ماما، ماما لا، عايزه مصاص قبل بعد الغدا. يوه ماشي، باي. وايها الكرامبتس، هو انت مش لسه قايله كرامبتس؟ بعدين ايه اللي انت منيمه في سريري كده؟ هو فعلا بيشخر، مش فاهمه ازاي ده. ده بيشخر، ده حرام عليك يا شيخ. بيشخر ليه كده بس؟ ده كيوتي خالص. اه كيوتي، وهو قرد. شكرا، هنيمك. تعالى نايم. في حد تاني عايز ينام؟ بعدين في حاجة، ايه صوت المسرسع ده؟ معرفش، يمكن انزي. ايه؟ ايه هما؟ ملكمش دعوة، ملكمش دعوة. اختي اختي، وانتوا هتعملوا ايه؟ تعالوا بس ادخلكي انانسية. ماما عندك اناناس؟ عندك اناناس؟ لا مش عندي. ليه؟ عشان اكله اناناس. يعني هو اناناس، تاكليه اناناس ازاي؟ ما اعرفش ازاي ده اللي حصل بقى. هو عايز اناناس وهو اناناس. وقف الفزوره دي. ما هو ما حدش قالك تسمع الفزوره. طب اشوف لك في التلاجة. في عندي تفاح، تاخذي؟ لا هو ما بيحبش غير اناناس. اي حاجه صفرة. طيب في جبنه. اوكي بس دي للفور. اديها للقطه. قطه مين؟ ما اعرفش. لما كلها اهو، ما هو بيتعب بقى. يا ايها الجيش الكرامبتس، لدينا عدوا وهو برومبس. ايوه بس مين الكرامبتس ده؟ اختي الكبيره العدوه بتاعتي. ايوه بس يا مريم مش هينفع. اسكت يا طاسه. انتي الطاسة وانتي اسمك ملونة، مش فاهماكي. وانتي اسمك خياط. خلاص عدوتي كولومبوس، لازم لازم نطلعها برا الأوضة بأي طريقة. ايه مثلا؟ نجيب لها صاحبتها هتقعد أكتر. ايه تبعت من صاحبتها هتبعت أكتر. برأيي يعني، برأيي برأيي. وات بتصفروها؟ بس تصدقي فكرة. طيب انا هصفرها. ماما عايزة اتفسح. عايزة يعني تروحي فين؟ عايزة اروح شرم الشيخ. ايه شرم الشيخ في الشتا؟ اه في الشتا. انت مش بردانة؟ بردانة طبعا. عايزة تروحي شرم الشيخ ازاي؟ تعملي ايه اصلا؟ هلعب بالتلج. ايه تلج؟ طب وانت ايش عارف كده في تلج؟ عشان هي برا مصر. برا مصر شرم الشيخ برا مصر. اه هو
طيب عموما فاكرة النشيد عشان خلاص الأسبوع الجاي بقى خلاص المدرسة. فاكرة النشيد ده عشان هما هيملوها لكم. ايه؟ ده النيل وفيه مصر، النيل جوه مصر كده، يعني معنى النيل جوه مصر، النيل جوه مصر. ايوه تمام، كملي كملي. لا صح، مش في النيل. خشي نامي. تصدقي ماما عايزه انام، مش في اوضتي الناحيه التانية، مش في اوضتي الناحيه التانية. روح. ايوه بقى، هتلفر البت دي، لازم نمشيها من العالم، لازم نمشيها من العالم. هو انا ينفع اقولك حاجه؟ نعم يا ست لمدة، ده هي اصلا صاحيه طول عمرك بتقول على اي حاجه يا لمدة. لمدة تصبح على خير. بصي قومي كده عشان هتصفرك. تصفروني فين؟ شرم الشيخ. تصبحي على خير وحاولة فاشلة ايتها الكرابتس. لا عايز الجزء التاني استنوا الفيديو اللي بعده. يلا بايو، وهسيبكوا شجرات عشان كده هيجيلكوا البيت شجرات. اوكي يلا باي.